اليمين أخطر يمين، وهتستغربوا من الكلام اللي هقوله قوي، يمين يسبب العقم. ركزي معايا يا ست دعاء قوي في الكلام اللي هقوله لك ده، والله يمين يسبب الايه؟ عقم. العقم. اه والله، يقطع النسل. اه يمين يأتي بالفقر عاجلا غير آجل. يا ساتر. يمين يذهب المال أو يذهب بالمال كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يمين يتساوى مع الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في العقوبة وفي منزلة الإثم. يمين يغمس صاحبه في الفقر في الدنيا وفي الخطيئة ويوم القيامة في النار. اسمه اليمين الغموس. الغموس. يعني ايه اليمين الغموس يا عم الشيخ؟ الذي يحلف صاحبه عامدا متعمدا قاصدا وهو يعلم انه كذاب، سواء كان بالله، سواء كان بالكعبة، سواء كان بالمصحف، سواء كان بالنبي، سواء كان بالطلاق. انا بقول لكم كل انواع الطلاق وكل انواع الايمان اللي تتخيلوها، اليمين ده لا كفاره له الا ان يغمس صاحبه في نار جهنم الا ان يتوب. فمن تاب تاب الله عليه، وشرط التوبه رد الحقوق وتكذيب النفس، وحط تحت دي مليار خط، وتكذيب النفس. يعني قول يعني انا كنت انا كذاب. حلفت ان الاستاذه دعاء قالت لي كلمه وهي ما قالتهاش، لابد الاستوديو فيه 12 اجمع ال 12 واقول يا جماعه انا كذاب، والست دي بريئه. طب لو تبت وحجيت واعتمرت وانا ما كذبتش نفسي قدام الجمع ده، لا يقبل الله منك توبه لان به حق عبد. يا جماعه اليمين الغموس، والله كثير من الناس ياتيني ويتحدث عن فقر، يتحدث عن قلة بركة، ايه موضوع العقم ده؟ يتحدث. النبي اللي قال، مش انا والله، قول لي. طيب والله فهمني. النبي قال في ماشي. حديث صحيح ان هي تعقم النسل اليمين ده. اليمين اه الغموس. والله مش انا اللي قلت، النبي صلى الله عليه وسلم، وارجع دور على الحديث. تعقم النسل، تعقم الرحم، تمنع البركة لا في خلفة ولا في انجاب ولا في شيء. خدوا بالكم من الكلام قوي. وناس كتيرة قوي لما تيجي تشكي الفقر ولا تشكي عدم طاعة الزوجة ولا عدم طاعة الوالد الولدين أو إلى آخره، واجي أقول له طب تعالى كده، هو يستغرب. هو جاي يفكر في زنا، يفكر في سرقة، يفكر في مال حرام. أسأله، أنت حضرتك كثير الأيمان الكاذبة؟ فيقول ايه علاقته ده يا عم الشيخ؟ ايه دخل ده في ده؟ اقول له لا بس اهدى 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 اهدى، ده 10 موجبات للفقر بهذا اليمين. 10 موجبات للفقر، وانت قاعد كده حاطط رجل على رجل تسمع 10 احاديث كلهم يوجبوا الفقر. النبي في حديث واحد قال تذهب بالمال او تذهب بالمال اليمين ده. يا ساتر. فعشان كده بحذر منه، ارجعوا. فضلا ان انهم بيحلفوا كذب ظنا منهم ان ده هيحميهم لا خالص، او هيحمي خالص فلوسهم او خالص هيحمي خالص خالص. فضلا بقى اولا واخيرا ان ربنا في البدايه قال لنا ايه؟ قال لنا حاجتين احفظهم. اول حاجه ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، وبعدين الحاجه الثانيه واحفظوا ايمانكم. شوف الكلام، الكلام منتهي.